مش حابب أدافع عن المسيحية. أوكي، يعني عشان أنا سألتك إذا أحكي لبنت بحبها إني ملحد وهي مسلمة ولسه خايف أخسرها. ما جاوبتك، من جاوبتك أنا على السؤال هذا قبل. أنا حقول لك بصراحة، ممكن أنت إذا صاحت إنك ملحد تتركك. يعني أنا في بنات كثير كنت أعرفهم شخصيا، كانوا عندهم اسمع لا التزام ولا إشي ولا بيهتموا بالدين، بس لما تيجي تحكي لهم مثلا انه انت مثلا مش ملتزم بدينيا كثير بيزعلوا يعني، وبطلب منهم اياك. فاهم كيف؟ واقول لك شغله بس بصراحه، اذا البنت انت خساتها عشان هذا الموضوع، ما هي بتحبكاش من الاول. اللي بحبك بضل معاك، ما بيهتم لاشي ولا بفرق معاه شو دينك ولا كيف شكلك ولا اشي. اللي بحبك عن جد بوقف معاك، حلو، بغض النظر عن دينك. والله العظيم اللي بحبك حيحارب الدنيا كلها علشانك، وحيتعب وحيتغلب وحيتمامط يعني. بس اذا والله هي ما بتحبكاش اصلا، هذا شيء ثاني. فاهم الموضوع كيف يعني؟ بس انت كمان لازم تقولها الحق يعني، بدك تقولها الصراحه، قولها انا هيك هيك بفكر، انا هيك معتقداتي الدينيه، عندك مشكله بهالشيء؟ اذا كان عندها مشكله بهالشيء عاد بالمؤاخذه شوف بدالها، شوف بدالها. انا هذا اقول لك عن تجربه شخصيه، انا شخصيا دخلت علاقات مع بنات اشكال الوان. يعني شفت البنت المتدينة، وشفت البنت المنقبة، وشفت البنت المحجبة، وشفت الملحدة، شفت كثير بنات أنا. حلو؟ بشكل عام بتروح واحدة بتيجي واحدة ثانية عادي. يعني أنت لا تربط حالك بوحدة وخلاص هي اللي أنا بدي إياها وفش اللي هي. أنت مش هتقتنع، طبعا أنت مش هترد على أي ولا هتقتنع بحكي، إذا أنك بتحبها فهتظل مقتنع أنه لا فش اللي هاي، ما في زيها، هي احلى واحده بالكون، هي اجمل واحده بالكون، هي اذكى واحده بالكون. ما هذا كله كلام فاضي، ما هذا كله كلام فاضي. اللي ما انا بالنسبه لي، انا حتى لو انها بنت، اذا كانت هاي البنت والله على شغلات تافهه مش قادره تطنشها او عيوب فيي، ما بتحبني. اللي بحبك عن جد ما بشوف فيك ولا عيب اصلا، وحتى لو شاف فيك عيب حيحكي معك بينك وبينه، حيحاول يصلح العيب هذا. حلو، حتحاول تصلحه وحتظل معك حتى لو ما صلحش. اما اذا انا والله بتحبكاش اصلا، هذا شيء ثاني. وصدقني يعني بالنهايه وبالبدايه البنات مش هيخلصن يعني، وين ما تروح ما تيجي في اكيد بنات موجودات، ودائما في بكون يحب لك يعني، هنا بكون بس يستنوا فرصه يعني. فتخافش يعني، البنت كثير منيحه ومش متشدده بس ملتزمه بدينها. والله هي، والله اذا هي بتحبك، انا برجع بقول لك، اذا هي بتحبك وبدها تكمل معك ما هتشوف الموضوع عادي. اما اذا هي والله ما بتحبك اصلا وشايفيتك مجرد مرحلة، لا يا عم هي تمشي احسن ساعتها بكون. انا بقول لك بصراحة يعني، انا بقول لك بصراحة يعني، اذا هي والله هي بتقول لك انا بحبك كلام بدون افعال، شو بدك فيها؟ اللي بحب حدا بيعمل، بتعب وبيعمل. انا متاكد انك لانك شاب انت لسه بتحاول تكون معها، بتحاول، ما اذا تشتغل انت ولا لا، ولكن انت بتحاول تكون احسن عشانها. طب هي مثلا بتحاول ولا بس كلام؟ مو البنت، ما هو اقول لك شغله، هسه دائما احنا مشكلتنا بالشرق الاوسط، احنا دائما بنفكر انه الشاب بس لازم يعطي، ولا البنت والشاب لازم يعطوا، الاثنين بعلاقه، الاثنين بشراكه داخلين، الاثنين لازم يحاربوا الدنيا كلها عشان الثاني. ما واحد والله بيقاتل وبيعمل وبيسوي وبحارب الدنيا، والثاني قاعد لي والله ولا بيعمل شيء، شو استفدنا من المحبة هاي؟ إذا ما كنت سند لإلي أنا، شو بدي فيكم بمحبتك؟ وهي برجع بقول لك، إذا هي عن جد بتحبك حطانش موضوع الدين وتكمل معك، أما إذا هي ما بتحبكش أصلا هذا شيء ثاني. اللي بيحب بضحي كمان، بضحي وبكمل حتى مع العيوب اللي تكون موجودة. وكمان إذا هي والله ثابتك على الاشي، صدقني بكون احسن لك، لانه انت بعدين حيبين انك انت لا ديني، حيبين مع الوقت، وهتعيش حياة يمكن تتجوز ولا بعدين. طيب وبعد ما تتجوز وهي، هل هي مثلا هتقدر تتحمل انك تعرف انك لا ديني؟ احكي لها من هسه، وبعدين حيبين مع الوقت، حيبين انك لا ديني. كيف هتكملوا مع بعض اذا صار اولاد؟ كيف هتكملوا مع بعض؟ هي صار مشاكل، هتصير حياتكم زي الزفت. لا انت احكي لها بصراحه، اذا هي ما بدها تكمل بلاش، والله شو مشكلتها ساعتها. انا مش مهتم بالدين اصلا يعني، بقدر امثل لفتره طويله. وبعدين حظل يعني عايشة بكذبة انت يعني؟ انت هيك انت بتحب هي تكذب عليك؟ وجهك تكذب عليها،
الكذب بالعلاقات هي أخذتها تنتبه إنك لا ديني. صدقني إذا عافت بهالإشي دمها كل إشي. الكذب أحباله طويلة، أحباله قصيرة قصدي، بموت العلاقات، وأي علاقة مبنية على كذب حتنتهي. تكذبش عليها، قولها الصراحة، قولها أنا هيك وانتو حاضر، تكملي معي كملي، أما إنك تعمل لي فيها مؤمن وهالهبل هذا انسى، فكك من الموضوع. انت هيك داخل بكذب، هيك مش داخل بشراكة ولا حب، انت ما بتحبها لما تكذب عليها. اللي بحب حدا بكون صريح معه، ما بكذب عليه. من متى بتتابعني؟ بتابعك تقريبا من سنتين مش زي هيك، من بتذكر فيديوهات المثلية وفيديوهات الحجاب وكذا. الفيديوهات المنحرفة، ايوه فيديوهات الملعونة. استغفر الله العظيم، استغفر الله. طيب هسه يعني انا كنت كثير ببحث بموضوع الدين وبهاي المواضيع، فشفتك وحسيت انه يعني المسلم الوحيد ممكن اسمع منه هو انت، كان لانه كنت كثير بوقت ادخل مع اصحابي ومع الناس نقاشات ودائما تخلص بطريقه غير لطيفه. يعني انت اردني صح؟ انا اردني، يا اردني من عمان. حلو. طيب هسه كنت لا ديني كمان يعني على الفاضي، يعني شفت شادي وكذا وشاد العظيم ومطلع. لا بس برضه لو بدي، الله يسامحك، لو بدي اصير مسلم بصير المسلم اللي انت هو يعني اللي انت عليه، الاسلام اللي انت عليه زي ما تحكي، مسلم فاعي. ايوه. طيب هسه بالنسبه لموضوع، بس والله يا ريت كل المسلمين زي هيك، انا ما عنديش مشكله والله. صعب اذا يعني... اذا نفسي بقول لك صعب صار زيي. يعني صعب. مره كنت احكي مع مع شيخ سلفي، يعني مش شيخ، هو هيك شاب بعمر يعني هيك بعمر صغير، كان رفع علي سكين بوقتها. والله صرت يهدد فيه. وحد الله. كنت بالشغل، انا بشتغل يعني بشتغل وبدرس بنفس الوقت، رفع علي سكين حكى لي ترجع تفتح هيك مواضيع بدي اغزها برقبتك. وحد الله. حتى انا مش حكي له انه انا لا ديني، بس ان انا من جماعه الشبهات والشغلات هاي وبسال اسئله. لا يعني انا ناقص شيء، واحد قال لي ما هو من ربك وما هو دينك. بالضبط، انا حكيت له انا خلص بدك هسه بسجد لك، بصلي لك ركعتين اللي بدك. يا يعني بسجد لك وبسجد لدينك وبأمن وبصلي، بس راح بدك انت اللي بدك، هذه مشكله. هذا السكينة بس مش والله اذا مش هالاشكال هاي جد. بتعرف الفكره انه انا مثلا بحكي بطلع له من جهه، هو بس يعني بتعرف كيف السلفيه، بحس ما بحس ما بفكروش، بس عندهم نصوص وبحكي لك اياها. صدق صدق ولا تحس هم جد بفكوش، عن جد حافين بفكوش، يعني هم عندهم نصوص بعطيك اياها هذاك تصدقها غصب عنك، فش يعني فش عندهم تفكير يعني، او يحكي لك يغير التفسير. عندهم كان يحكوا لي اسامي شيوخ، خلاص يا بتصدق هاي الشيوخ يا انت كافر لعنك الله، او يا انت مرض نفسي. هذا كويس فيهم بحكي لك انت مرض نفسي، انت عندك شهوات، انت عندك مش عارف شو. ايوه هو قاعد يسأل كسل غريب، ما بدها تنكح امك هيك بقولوا لك. ايوه بالضبط هاي الاسئله. يا عمي بشوف انا هيك عارف الاسئله اللي بتنسال هيك فعلا، كان يجي يحكي اترضى ان تنكح امك؟ ما المانع من ان تنكح امك؟ ما المانع يا حول ولا قوه الا بالله. مع المثليه انه شيء طبيعي وكذا، يجي يحكي لك انت شكلك بتاكل شكلك، اسف على الكلام. يعني والله انا بيحكوا لي هيك على فكره، انا انا دائما تبني ملحد انا دائما، فايش بالضبط لما تدافع عن فئه معينه بحسك انك انت لازم خاص منها. انت هاي ما صارت معي، كنت بحكي مع واحد بالدين استغرب، بقول لي يا عمي انا مش فاهم ايش انت فاهم، وفاهم كتب وبتحكي حكي شيوخ وكذا، بس بالاخر لما مشى عندي حكى والله ماني فاهم شو دين، والله زلمه بفهم كتاب الدين بس مش مش زلمه ايش قصته، ما مش زينه خف عقله يعني. وبدي لازم الشخص اللي بفهم بالدين يكون عنده هاي اللحيه المدوره هاي الكبيره. من كان عندي واحده، لا بس لحيتك انت حلوه كانت، يعني مش زي اي بدون شارب، يعني مع احترامي للجميع طبعا، مش مش قصدي والله شكلها غايب صراحه بدون شباب، هسه شكلها مش ايوه هسه شكلها هيك بس حالي قدام واحد عنيف هيك، لازم يكون رابط حواجبه ببعض، فهمت علي؟ عشان يكون انه ممنوع نتف الحواجب، قال هيك لازم تكون شبكات مع بعض.
لازم شاف ليش زي مصيبة عاد كانوا يعملوا لنا بالتلفزيون زمان كفاء قايش هم اللي كانوا يعملوا هيك بالضبط هم هيك المؤمنين حواجبهم ضابطة لازم تكون يعني لازم الجاهليين هم اللي يكونوا هيك مربطين بس هسه بالنسبة لمشكلتك يعني البنت هاي بتعرفها من زمان انت؟ هاي البنت بعرفها تقريبا من سنة هسه انا بالجامعة بدرس حلو فتعرفت عليها والبنت يعني اللي قد ما احكي لك طيب لأبعد الحدود ومش من النوع المتعصب وكذا يعني انا بحس اغلب شعبنا الاردني بيعرف من الدين صلاة وصوم وحجاب هذا اللي بيعرفه يعني مش متعمق كثير لا متعمقين والله في متعمقين بلاوي بس مش كثير بس يعني متعمقين بالعنف خد الطبقة الاكثر يعني ما بتلاقي يعني نعرفهم بالشارع كل يوم هذا الأكثر مع العنف ومع الأذية ومع العنف ممكن يعني بس أنا بحكي له حتى بتلاقي لو عن عنف هو بكون مش بتعلم أي شيء بالدين هو بس بيعرف إنه أي واحد ضد الدين أو مش متدين معناها أنا ضده ولازم أذيه ما هو هيك جد ما أقول لك بصراحة هو عن جد الدين هو هيك عندهم يعني عن جد هيك بالكتب هيك بقول في عندك الولاء والبراء بس أنا بحكي دائما إنه يعني انت عندك يعني بلادن هاي... عندك بلادن الغالبيه سلفيه يا سلفيه يا صوفيه وش اشعريه في صوفيه بسحاب في تجمعات الصوفيه بعمان في اشاعه كبار في موجود هي اصلا انا بعرف ان الاردن المذهب الرسمي والاشعريه كانه السلفيه ملي الدنيا بالزاقه مثلا تجمع السلفيه السلفيه عليهم كثير تضييقات يعني حتى الحكومه يعني الحمد لله طبعا كثير يعني اذا بشوف واحد بيحكي خارج عن النص بيحاولوا انهم يعدلوه يعني لا بدك الصراحه لا في لهم مساحه بيحكوا عادي هاي المنظرين تعرف طالعين عادي يعني حتى بتعرف مره قعدت مع فئه من الشيوخ كنت بحكي لك مره فتره علي كثير بقعد مع ناس زي هيك فقعدت مع ناس سلفيه برضه انه اروح اسالهم عن الدين وكذا طريقه كلامهم حتى بتعرف في شغله انهم ما بيدعوا للملك بديش أدخل كمان موضوع سياسي بس ما بدعوا لأي إشي حكومي أو كذا وأنا بحكي بحكي بعرف إن اللي ما بدعي لشخص بيكون مكافر الشخص حلو لا مش هما بالنسبة لهم الملوك تعون بالذات ملكنا يعني نحكي بصراحة هما بيعتبروا مش مسلم هم جد أنا بقول لك أي واحد ما بيحكم بما أنزل الله بيقول لك هذا مش مسلم السلفية طبعا ضد الحكي يعني دايما نقول نحن ضد الحكي ما حدا هسه يحملنا هسه يقول انت وما حدا بلاش لا. كمان صح بالضبط تلاقي بس انا اصلا ضد الحكي انا اصلا مع النظام الملكي بس انت لما تيجي لهم مثلا هم بيحكوا لك لا هذا كفر ولازم خلافه ولي امر مش عارف فاهم كيف مجانين هم صراحه كثير انا بحكي لك قعدت معاهم يعني كثير وكان عمره مش كبير يعني انا هسه عمري 20 تحكي بعمر 16 عمره 15 كنت معاهم فكان في الأصحاب يعني هم هيك من هاي الجماعة فيروح طيب. مثلا يشوف عندي أسئلة يروح يقعدون معهم حتى أني مثلا يعطوني نفس الجواب أغلب الشيوخ اللي قعدت معهم يعطوني نفس الجواب أجي بدي أناقشهم أخاف أحكي هسه إذا بشوفني ما اقتنعت بروح بطبق علي الحد بعدين السلام عليكم ضليت هيك بعدين دخلت بنقاشات صرت أدخل على الديسكورد بعرفش اللي بتعرفه مع ناس يعني وصرت أسئلة أنت لقيت أنه ما فيش يعني ما فيش أجوبة على أغلب الأسئلة خاصة من الدين المعتاد يعني ما بحكي عن المسلم الحداثي المسلم الحداثي كلامه كله مقنع أشبه لا بالعكس أنا بعترف لك فيش ما عليها أجوبة بالضبط أنا وصلت لمرحلة إنه خلص مش مهتم بصراحة لو كان فيه أو مش فيه ما فيه فهمت عليك طيب بس البنت هاي أنت عرفت فهمت عليك بس هسه البنت اللي عرفت اللي بتعرف يعني انت بتحسها جد كثير ملتزمه يعني ممكن يعني بتصلي مثلا تحكيها صليت لما تحكي لي صليت تحكي لها لا ما صليت ما بصلي كذا تحكي لي لا اصلي وكذا بتقعد تنصحني شوي بس مش كثير يعني نادر ما تحكي لي بالدين بتصلي يعني بتصلي والبنت يعني لو قد ما احكي لك لطيف لابعد الحدود مع كل الناس والبنت هيك كثير لطيفة وهادية وكذا فأنا بحكي ممكن ما أصدمها مرة واحدة ممكن محجبة؟ أصير أحكي عن الموضوع لا هي من عائلة يعني مش من عائلة شوي محجبة البنت؟ لا مش محجبة فهمت وبتصلي بتصلي بتنصحك بالصلاة ما فهمت من البنت
عرفتها بس هي هيك يعني كثير فهمت فما بعرف صراحة بتكون يعني مثلا مش ملتزمة كثير بس أنا يعني بتحب مش دينها ملتزمة بس خلص أيوه بتحب دينها بتحب زي هيك الله بيغلبوا البلد تعرف من الدين إنه اليهود اللي كان يكبل الزبالة أشياء بسيطة هيك حلوة حتى بالدين حلوة كمان ما بتعرف الحدود طب أنت ما والقدر جربت تدخل والأخلاق معها بنقاشات هيك بالخباثة؟ ما جربت تدخل بحكيك معها هيك نقاشات بالخباثة يعني مثلا تقول جربت شو رأيك يعني مثلا ما بتعرف بالمثليين؟ بالدين حكيت لك كيف شو رأيك بالملحدين؟ لا بصراحة ما جربت وبتعرف كمان صورة شو طب صورة شو شخص ملحد يعني ما أو لا جربت ديني نهائي؟ شيطان صورة يعني لما أحكي لها مثلا أنا شو رأيك بالملحدين صورة الملحد مشيطن هم بيعتبروا الملحد هو هتلر ومش عارف مين هدول الناس انا اقول لك يعني شغله، خلص انا الملحد بالنسبه معناه لي واحد لما سيء اجي اتعرف على بنت، انا شخصيا لما اجي اتعرف على بنت بصراحه بدخل معها بنقشات عشان اشوف كيف مخها، بس انا مثلا شو رايك باللادينيه، شو رايك بالمثليه، فاهم كيف؟ عشان افهم قد ايه هي مثلا ايوه منفتحه وكيف هي بالعاده يعني. وانا نفس على الاشي فكره بنات بدخل انا هم بنقاشات بيجوني بس مشان بدي مش دينية يعني مش دينية بصراحة ما بدخل البيك لانه انا اصلا يعني ما بعرف لما اتعرف على ناس ما بعرف حالي شو ديني يعني خاص اذا هم سألوني ما بجاوب حتى بحكي اي شيء او بضيع حاول اضيع الموضوع ما بحكي عن حالي ان انا مسلم مثلا الا اذا واحد خاص شد كثير لازم يعرف فبصراحة مش عارف يعني ممكن بحكي لك ممكن أصير شوي شوي ألمح مثلا ممكن أفتح هذا الموضوع شو رأيك كذا وبالنهاية على الأغلب راح أحكي لها يعني ما راح أكمل زي هيك لأنه برضو العلاقة اللي بتنبنى على كذب ما بتكمل كمان يعني بصراحة كلامك صح وأنا جد مقتنع فيه بس تعرف كيف إنه في جانب عاطفي وجانب عقلاني الجانب العاطفي حكاك لا لازم تحكي معاه لازم تكمل معاها ومش ضروري الجانب العقلاني بيحكي لا لازم تكون صريح جدا معاها ايا كان ردة فعلها كنت اقول لك انا قبل شوي انه هاي النوعيه زي هيك من هاي البنات زي هيك، هاي اذا انت زي ما قلت اقول لك يعني انت احكي لها الصح، احكي لها انا كذا هيك، انا هيك بصاحب من فتره عندي شكوك ودي مش مقتنع فيه ببساطه، واحكي لها اذا بتحب نحكي بالموضوع وبس، هي حابه تكمل ممكن معك بتكمل، مش حابه بلاش ممكن برضو يعني. كمان اذا ما كملت حتى معك وين المشكله؟ لا بس اسمع تعرف كثير واحد تعرفنا كيف احنا واحد بقدرش ما يعني تحب بنت بعد كثير المشكلة. عرفت علي فهمني انت صح فاهم عليك يعني انت بجوز هسه والله بحكي لك فاهمك. من جاب انت تحبني بتحكي من حتى جانب جاب عقلاني 100% وانا معك 100% بس صعب صعب انت لما تكون جد متعلق بواحد صعب انك والله متفهم، تتركها هيك والله العظيم فاهمك، والله العظيم فاهمك، دخلت علاقات كثيرة مني والله فاهمك وحاسس فيك يعني. انت حتى لما تكون تحب واحد خالص تشوف ايش فيه ولا عيب، بتشوف انه هو خلص هو ولا انت اشي بتحس انه هذا فعليا يعني مستقبلك. 100% بتركك، اذا بتركك انت حتموت، شو بدك تعمل بعد ما يمشي؟ انت خلص سباني خطط انه لبعدين انا بدي اكمل انا وهالحدا. انا فاهمك بالضبط بس هو بالضبط احكي بصراحه لك عشان هيك صعب صعب انت بدك اياها الواحد يعني بصراحه يعني، انت حتروح تقولها ببساطه وكمان بزبطش كمان تكذب عليها يعني بصراحه. انت ما بدك اياها تكذب عليك ولا تكذب عليك نعم يعني، لازم معك تكون يعني صريح صراحة معها، تقولها انا ببساطه هيك هسا كونها بحكيك بس بعدين انا انه متدينة الفكرة وكذا. أنا كانت هاي بعدين حتصير متدينة أكثر لسه كمان. أنت بتحب تستعد تعيش معها مثلا متدينة، وولادك بعدين صاروا شيوخ كمان صغار، أنت ما مستعد عنديش لهيك شيء؟ مشكلة بصراحة أنا ما عنديش مشكلة يصير وإن شاء الله أي شيء عادي المهم إنه أكمل بس لا لا أنا بالنهاية مش عشاني حتى أنا مش عشان إنه لا برضه لازم أفكر بالطرف الثاني يعني برضه هي حقها إنه تعرف كل شيء عني وعرفت علي بالعكس أصلا إذا أنا بحبها لازم إني أعترف لها بكل شيء عشان هي تاخذ القرار إذا هي جد حابة تكمل بتكمل مش حابة عادي لا لجزمتي ما تكملي، لان ده في 100 واحده تتمناني، ده انا والدتي قالت لي كده والله. ما هيك ايوه واحده جيت تتسكى هيك قلت لها، والله العظيم جد قلت ما واحده هيك كنت هيك تحبني، قلت لها يا عمي ما تصوحي في قلبي، انا مامتي مأكدت لي حتجوزني واحده جميله في المصر كده هي كمان. نسينا الزعل قعدنا نضحك يعني هيك انا ماشي بعض الموضوع بمزح انا. لا بس بس هو هيك جد مرات بدك لازم الصراحة يعني، أنت موضوعك أنا هو معقد.
انت ثانية كمان يعني بحس كثير وقت يعني وقت محترم يعني في بلاد كثير على فكرة زيك هيك بتجوزوا ناس بكونوا لا دينيين وبتجوزوا مسلمين بلاوي في بلاد بعرف بلاوي انا بس لازم الحق يعني انتو هاي حياة خاصة هذا الزواج اخر فترة كثير زاد بعد الزواج هسه انت حيبين عليك بالضبط وغير هيك انا بالنسبه لي يعني مش ناوي اضل طول حياتي برضه وانا بالسر يعني اكيد بيوم من الايام هحكي يعني مش شيء حتى يعني مش عايش اضل مخفي طول الحياه فاضل شيء اللي بفكر فيه وغير هيك كمان بفكر من جانب ثاني انه انا يعني خلالها انا قبل هيك كنت كثير ملتزم طريق يعني حتى بالدراسه بالجامعه بالشغل وهاي يعني لما دخلت البنت هاي بحياتي زي ما تحكي كثير بعدتني عن هاي الشغلات فحسيت انه انا قاعد اضيع اهم فترة بحياتي اللي هي لازم اشتغل وادرس وكذا فيها باني داي هيك بس قد ما احكي انه بلا بدي ابعد وكذا ما بقدرش هاي الفكرة ما هي مشكلة الحب والمشاعر هاي انه الواحد يعني كيف بدي اقول لك الواحد لما يحب واحد بصار غبي كثير كثير يعني بتصير غبي لما تحب بس حال هيك زي الطفل يعني زي كيف لما يلاقي لعبة حلوة هيك يلعب فيها كذا بيكون مبسوط كثير وهيك يعني بتكون جد كثير مبسوط بس ما بتعرفش ليش مشاعر بصير عندك وبتصير مبسوط وبتبطل أيوة. تشوف بقول لك حتى المستقبل بتصير تربطه مع الشخص يعني بس حتى مستقبل يعني حتى انا كنت اشتغل عشان بعدين لسه اشتغل عشان احسن لحالي هذا بعض صار معي انا اول ما حبيت زي هيك كنت اشتغل اضغط حالي كثير عشان بدي اتجوز أيوه. البنت بسرعه والله بس انا كنت صغار كنت 19 سنه انا وقتها او 18 قعدت ضغطت حالي ضغطه ما اكتب وقعدت اشتغل 100 شغله وعشان اتجوز بالاخر ما تجوزناش يعني هيك انت بتصير تربط حالك بانك انت بدك ترضيها باي طريقه يعني خلاص هي بدها مثلا بدك توفر لها كل شيء كذا يعني انا من زمان حتى اناني اي شيء بدي اعمله عشاني بس من بعد ما اجت خلاص صرت انا بدي اشتغل عشان احسن لي حياتي عشان اعمل عشان اساوي مش عشاني يعني بطلت افكر في هذا احنا الشباب احنا لما تحب وحده يعني احنا طبيعتنا بنهتم البنات بيحبوا الاهتمام واحنا طبيعتنا بنحب نهتم فاهم كيف يعني بساطات من قلبك انت وبتحس انه خلص عادي يعني شو ما صافت شو ما عملت عادي انك أيوة بتحب هالحدا كيف تصفى حالك ماني فاهمك من انت شكلك كثير على فكره معطي بالعلاقه هاي شكلك معطي كثير ما بقدرش احكي كثير بس انا بحاول قد ما اقدر ان اكون ولا اغلط اي غلط معها او اي شيء فيش الا هاي بالكلام وانا أيوة واحد بصراحة حاول كمان يضبط كلامه وشخصيته وبحاول انا حتى متاكد انك حاولت تكون ملتزم عشانه وما عرفتش يعني صدقا اذا انا وانا هيك حاسس انك حاولت كمان تلتزم اسمع اذا فكر اني ادخل الدين فراح ادخل الدين عشانه صدقا يعني حتى اكثر من مره بس يعني بتعرف الايمان ما بتقدر انت تغيره شيء من جواك ما بتقدرش انت تكون جد تحكي انا مؤمن ما بتقدر تحكي هيك يعني الايمان انت خلص يا مقتنع بشغله يا مش مقتنع فيها ليش تكذب وقد ما حاولت بعدين بحب حدا ما بعرف يكذب عليه على طول يعني اصلا كمان بالضبط والله جدش يعني موتني اخر فتره متفهم يعني والله متفهم مشاكل صرت كثير افكر بالموضوع بس على الاغلب راح احكي يعني ما راح والله حتى انا دخلت مع علاقه مع واحده لادينيه كانت تكره الدين كره العمى فهو مش متضايقه من اللي بعمله ما بتحب اني بحاول اجدد بالدين ما بتحبش هالشيء كانت تقول لي انت بتضيع وقتك وهالشيء هبل واترك الدين والله يعني شيء بس انا ما كذبت عليها يعني هي بتعرفني انا اصلا فهمت كيف؟ بس والله بسبب والله انا جت علي فتره يعني فكرت حتى نترك الدين من كثر ما انا متاثر فيها فاهم كيف؟ بس انا ما تركتوش يعني هيك تخص بتصير تفكر ما بتكش الشيء اللي بزعلها خلاص بدك تتركه ما بكش احنا مشكلتنا احنا لما نحب والله العظيم المشكلة احنا الاسلام احنا لما نحب نصار اغبية جدا الاسلام بالذات زي تتخلى عن شخصيتك والله حتى اسمع حتى النبي محمد حكاها هاي حكاها لما حكى ناقصات عقل ودين جت واحدة سألته حكت له ليش احنا ناقصات عقل ودين حكى حتى وانت ناقصات عقل ودين بما معناه يعني بتأثر على الزلم الحازم كامل العقل فاهم كيف؟ ايوه الزلم العقل يعني البنت كذا برضه بتقدر بتأثر على اي حد البنت دائما حتى اذا بدها واحد بتجيبه فعلا لو هي بتجيبه دائما اي واحد
اي واحد اس انت لو واحده بدها اياك والله بتجيبك. ليه ليش؟ لانه بشكل عام الزلمه بركض ورا يعني مستعد يحب 100 واحده مثلا مره واحده، عشان هيك اختياراته بتكون اي شيء عادي مش فارقه عنده. بس لا البنت مثلا ممكن تختار واحد وخلص. لا على فكره مش صح هذا الحكي، بنات كمان يمكن اختار اكثر من واحد. هسه حتى انت اي بنت انت بتكون معها بكون عندها حواليها بنات ثانيات، قصدي شباب ثانيين بكون حواليها، بس هي يعني بتختار واحد ممكن معين. كل واحد له علاقة مختلفة يعني، مش انه على فكره انا هذا الحكي عن الزلام ما بحبه كمان، انا انك تيجي تحكي انه انا دائما صراحة الزلام هم اللي بيحبوكون. الكلام ماخذه ممكن من الشيوخ، انه نحكي الزلمة بيتجوز اربعة على انه بيقدر يحب اكثر من واحدة. والله انت لما تحب واحده عن جد مستحيل تطلع على واحده ثانيه. انا دائما لما كنت ادخل بعلاقه مع اي واحده، دائما لما اكون مع واحده خلاص بشوفها هي لحالها، بس ما بشوفش حدا ثاني. ايوه واللي فعلا نفس الاشي.